تحقيق هذا الرابط بين الإبستيمولوجيا وبين العلوم الإسلامية، أنا ما قرأته في المنجز كما قلت المغربي، وما قرأته أيضا في المنجز الغربي، حاولت ما أمكن أن أستخرج مجموعة من المفاهيم أعتبرها مفاهيم محورية وأساسية تساعدنا في القراءة الاجتماعية للعلوم الإسلامية، بالمناسبة باعتبارها بالنسبة لي وبحسب ما أدافع عنه في البحث بأنها علوم أيضا إنسانية واجتماعية. حتى لفظ العلوم الشرعية فأعتقد بأنه حاجز أمام الدراسة، فهي أيضا علوم نشأت في إطار تاريخي من ناحية المفاهيم أو من ناحية المناهج أو من ناحية الإشكالات، من ناحية الباراديك بشكل عام كانت تعبر وتجيب عن أسئلة مرتبطة بتلك اللحظة التي نشأت فيها. يمكن أن ندرسها الآن في إطار دراسة تاريخ الأفكار، يمكن أن ندرسها الآن، يمكن أن نستأنس بها، يمكن أن نبني، لأنه تراكم، والتراث كما نعرف يمتد فينا، لا نستطيع أن نتخلص أو أن ننجز أو أن نقوم بعمليات جراحية لإزالة التراث من 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 دواخلنا، ولكن تبقى العلوم التي تم إنجازها أو التي تم تدويلها أو تقعيدها أو تصنيفها أو تبويبها هي علوم أيضا إنسانية واجتماعية تاريخية. لهذا حاولت باعتباري باحتكاكي ودرست مادة مناهج العلوم الاجتماعية في الجامعة وبحسب احتكاكي بالكثير من زملائي وأساتذتي في الجامعة، فأنا لم أحاول أن 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 أسقط مجموعة من الأدوات أو المفاهيم أو المناهج على هذه العلوم الإسلامية التي لها خصوصياتها التاريخية، ولكن حاولت أن أستطبر وأستعمل من خلال المنجز الفكري الذي قرأته والذي تكلمت عنه أن أستخرج مجموعة من المفاهيم تصلح أن تكون أدوات للقراءة، لأنني ما زلت أتذكر بأنني قرأت كتب، مثلا أذكرها عندما قرأت كتاب مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسط، عندما قرأت كتاب النزاعات المادية في الفلسفة الإسلامية الأول لطيب تيزيني والثاني لحسين مروة رحمه الله، عندما قرأتها وجدت بأن هناك عملية وبحوث أخرى وكتب أخرى لمجموعة من المفكرين، هناك عملية تعسف في إنزال مجموعة من المفاهيم بشكل أقرب إلى عمل صناعي غير منهجي على هذا التراث مما لم يعطي أي نتائج، فبقيت العلوم الإسلامية محصنة عن هذا العتاد المنهجي الإنساني والاجتماعي.